السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة ومناقشة ومناظرة جديدة من حلقات ومناقشات ومناظرات دور الستاشر السينمائي. حلقة النهاردة حلقة خاصة وعاوزين نوضح فيها حاجات كتيرة قوي، بس في البداية عاوز أرحب بضيفي مستر حازم صالح الكوميديان الجامد جدا. أهلا وسهلا، والأستاذ محمد الفرة الممثل والكوميديان الجامد جدا. يا أهلا وسهلا، أنا مبسوط والله أني معك اليوم. والله أنت مش متخيل قد إيه أنا اللي مبسوط. والله أنا اللي سعيد جدا بيكم انتوا الاثنين. أنا بقول إن إحنا نتخانق مين فينا اللي مبسوط. يلا. ده أهم من الحلقة. مناظرة مين حابين في البداية أولاً نشكر حازم ونشكر محمد على التواجد معايا في هذه الحلقة، ونشكر منصة تصويرك على استضافتنا النهاردة في هذه الحلقة من دور الستاشر، ونشكر مدينة جدة على هذه الرحلة وهذه الاستضافة العظيمة جدا والجميلة جدا. أمانة توصلوا السلام لجدة والشكر كلها على التظبيط اللي أنا اتظبطته في هذه السفرية الجميلة. حلقتنا النهاردة هنعمل إيه؟ والله يعني هنهزر. هنهزر بس لا حاول ساعدني في ان احنا نوصف اللي احنا هنعمله. طيب احنا حبينا الحلقه يكون دمها خفيف شويه. يس. فروحنا محددين موضوع اللي هو الافيهات. يس. ما في عمر معين للافيهات، ما في فتره زمنيه، قلنا كل واحد واللي يفتكر واللي علق معاه من الافيهات. وفيرجن 1 يعني أي. ممكن تعمل منها كذا يعني، دول مش احسن 16 افيه اللي جاف اللي جاف مخك. ايوه، واللي تذكر هو اللي عالق في الذهن، واللي ما تذكر اكيد انه هتيجي حلقات ثانيه وهيتذكر فيها باذن الله. بالفعل دي الحلقه الاولى من نوعها يا جماعه في دور 16، وده موضوع هنحافظ عليه من هنا ورايح، لان من الحاجات اللي ضايقت ناس سواء في السينما او في الكوره لما بنعمل دور 16 حته لا ازاي ده ما يخشش، ازاي ده ما يخشش، والراجل عنده وجهه نظر وجهه 100%، ليه فاضلنا ال 16 دول يخشوا والباقي لا؟ فهو الحقيقه فعلا دي حلقه هتبقى فوليومز، هتبقى اجزاء. النهارده افتكرنا 16 افيه ل 16 نجم ونجمه او ممثل او ممثله او كوميديان او كوميديانه مختلفين. صح. يعني كل واحد دخل بجمله واحده بس، وحاولنا كمان نراعي الفيلم بس مش متاكد قوي. اتوقع ان احنا ظبطناها بان مفيش فيلم ليه اكتر من افيهين، بينما احنا متاكدين في افلام ممكن تخش بال16 لوحدها، في ممثلين او كوميديانز ممكن يخشوا باكتر من 16 لوحدهم. فالمره دي ده فوليوم 1 شويه افيهات هنقعد نلعب نفتكرها مع بعض نضحك، وهنكسب افيه في الاخر بالفورمات بتاع دور 16 اللي احنا متعودين عليها. هيبقى في افيهات تانية، فدي اول طلب ليا من حضراتكم في الكومنتات، افيهات عاوزين تساهموا معانا بإفيهات. شفت إفيه عجبك دوس لايك، شفتوا إفيه عجبكم قولوا ده لازم يدخل في الحلقة، وهنختار منهم ال 16 اللي جايين وال 16 اللي بعدهم وال 16 اللي بعدهم. ممكن نوصل لنقطة معينة نبتدي نصفي الوينرز مع بعض. الله. هنشوف، ربنا يسهل. ممكن يعني في الآخر إنه بعد ما تعمل 16 واحد بعد ما نعمل 16 فوليوم منهم نعمل 16 ما بين ال 16 وينر، ويبقى الموضوع جامد. تنظيم الموضوع ده هيكون أصعب من الدوري المصري. براحتنا. أجيب الحاج عامر حسين. أجيب الحاج عامر حسين يعمل لنا القرعة. حابب يعني لو عجبتكم الحلقة حابين تشوفوا منها فوليومز أكتر، عجبكم دور 16 أفكركم تدوسوا لايك على الحلقة. بصراحة بقى الحلقة دي حلقة مختلفة وجامدة، فإحنا عاوزين ليها أوبجيكتيف كويس، عايزين نشوف عدد في اللايكس ما شفناهوش على القناة قبل كده. 15 لايك. 15 لايك بالظبط. 15 فيو. واللينكات بتاعت الشباب بتاعت البروبرتيز الديجيتال بتاعتهم اللي هم حابينها تكون موجوده موجوده تحت في الديسكربشن، تقدروا تبصوا عليهم وعلى شغلهم. احنا بنتكلم على كوميديانز من المستوى الراقي يا جماعه، بنتكلم على حاجه تستحق المشاهده. لو انتم مش باصين لازم تبصوا ولازم تاخدوا فكره. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا قرعه. طبعا ضيفنا الاحدث، وبما ان حازم طلعت عنده في البودكاست فهو مش الضيف الاحدث. صحيح. انت الضيف الاحدث يا محمد، يا ريت تبعت تسحب لنا ماتش. بعدين الفرع عنده مسلسل في نتفليكس وفيلم اثنين، يعني تسحب اثنين ماتش على بعضه. يلا يلا بينا. جو هيد وافتح. افتح معاك؟ يا ريت. بسم الله. اوكي. انا معايا عم عبده ذنبه ايه؟ ده اول واحد فعلا، ده اول حاجه كتبناها على الاطلاق. ايوه. عم عبده ذنبه ايه يا ملك؟ في محطه مصر الفيلم. محطه مصر، كريم عبد العزيز، ده الافيه اللي جاي لنا من كريم عبد العزيز. هيلاعب قوم امك يا وحيد. القرموطي احمد ادم من معلش احنا بنتبهدل. عم حازم. يلا بينا. اول تاني مباراة أول طبعا بكر، وسوف تظل بكر. الزعيم. وأي حد هيقول غير كده. في عادل إمام. إيه ده، أنا أنت كنت واخد الماتش بتاعك؟ أخدت الماتش التاني. أنا كنت بظلل. عفريت ولا سديات؟ عفريت ولا سديات؟ الحرب العالمية الثالثة. أحمد حلمي. أحمد فهمي. سوري، أحمد فهمي الحرب العالمية الثالثة. المباراة الثالثة.
شدوا له عضلاته فخاف عضلاته تبان قمت كسبت. محمد هنيدي صعيدي في الجامعة الأمريكية يقابل على جثتي وجثة شامبو يا الله هاني رمزي أبو العربي. حلو. المباراة الرابعة معايا عايزة توب. اضرب كمان عايزة توب. كمان عايزة توب. اضرب كمان عايزة توب. محمد شرف الله يرحمه من فيلم زكي شان. نجمي المفضل على الإطلاق. فعلا. أقسم بالله. واو. إيه هو عالمي. بيعمل الحكم الرابع. بيعمل الحكم الرابع محمد سلام. محمد الله. عم حز. يلا بينا. الحلقة دي ليها قسم كواليس في كيفية القايمة ديت ازاي اتكونت، هتلاقوه ورا زرار الجوين حابين تتفرجوا عليه عشان تعرف الفكرة كلها وصلنا لها ازاي وكمية الافيهات اللي قلنا غالبا تطلع معانا بعدين مش النهاردة. ايه دي؟ الحباية من على الجمل. الحباية من على الجمل بسرعة. ماجد الكدواني من لا تراجع ولا استسلام. الخدامة مش هتمشي. هي اللي هتمشي. هشام ماجد. هشام ماجد من نادي الرجال السابق. نادي الرجال وكان ضيف شرف. كان ضيف شرف يعني. انت جاي مركز شباب ليفربول طلعت زكريا الله يرحمه من ابو علي. احلى تحية لشباب الحقابة كلهم. انا ممكن اتباس عادي. ايمي سمير غانم سمير وشهير وبي. شهادة وفاة بابا. شهادة وفاة بابا يا ليمبي. علاء ولي الدين الله يرحمه من الناظر. وعندك الكيلو 270 حموت يا ناس. الكيلو 270 حسن حسني غبي منه فيه. غبي منه فيه مش دبل ريبريزنتد صح؟ لا. يلا اخر ماتش. مش فاكرينه؟ انت فاكره؟ بعملها دايما. انا بعملها دايما بس انا ناسي. انت فاكره؟ مش عارف. ما انت دافع بقى؟ ما انت دافع بقى ده واحد يس والتاني ايه؟ والتاني التاني ايه؟ لا مش فاكر. مين ممثل ما جابش لغايه دلوقتي؟ احمد حلمي؟ هو حلمي معانا؟ انا حاسس ان حلمي مش معانا في الحلقه. احنا شلناه خالص مستحيل. انا مش مستحيل. محمد ثروت ده بيلعبوا مالتي. غريبه احمد حلمي مش معانا؟ حلمي شكله مش معانا. واو تهمنا. كان معانا فيري اوفر ريبريزنتد. ولا عمرو عبد الجليل؟ متاكد عمرو عبد الجليل. معلش هيظهروا معانا في فوليوم 2 ان شاء الله. ما انت دافع بقى. كانوا بيلعبوا مالتي زي ما احنا. الذاكره في السليم. والفقره الاخيره قبل ان نبدا محمد مطلوب منك تكتب لنا هنا في الورقه دي انت شايف او حابب مين اللي يكسب بس ما تورناش كتبت مين. وبعد في الاخر يكسب في الاخر في دي. اختار كم اختيار؟ واحد بس. واو ده الاختيار اللي انت متوقعه او عاوزه او بتلعب عشان تكسبه. واو حلمي اللي هو من الاخر افيهك المفضل بس ما تعلنوش اكيد عشان ما نعرفش اللعبه هيبقى على اكيد. انا مش عارف. انا عرفت. طب استنى لو كتبت حاجه اعمل كده. القلم مش عايز يشتغل. طب هتكتب انا قبل ما خلاص وصلت. ايوه ضد نفس. احنا الاقلام بايظه. خبي كويس عشان ما نغشش. ايوه ماشي. انا مش عارف. خلاص اكمرها بقى لحد اخر. بالظبط. القهوه انا قطعت حته منها مش مهم. واذا ننطلق الان. اذكركم كمان مره باللايك بالسبسكرايب. الناس اللي مش سبسكرايب في القناه ننزل نبص بصه وندوس بتاع علشان تكملوا معانا السلسله دي لانها سلسله هتطول ان شاء الله. والمباراه الاولى وعم عبده ذنبه ايه يا ملك؟ او مامك يا وحيد. القضيه ان الافيهين دول اللي مختارهم حازم فالاثنين اولادك فابتدي لنا كده. يلا والله اللي افيه عم عبده ذنبه ايه بس يا ملك
في عنصر المفاجأة الكبير وهو أصلا أي إفيه أو بانش لاين لما بنقول كلغة الستاند أب أو لغة كتابة النكتة، البانش لاين مفاجئ جدا إن هي حامل وكده، فبتقول لأبوها، أبوها بيهددها بالقتل، فبتقول أنت لو عايز تقتلنا يبقى تقتلنا احنا الثلاثة، فهو الأصداع البيبي، فهو راح كريم عبد العزيز out of nowhere وعم عبده زنبه إيه بس يا ملك، والدليفري بتاعه عظيم، تسليم النكتة بتاعه أداؤه فيها عظيم، فككتابة وايز فيها عنصر مفاجأة عالي، فدي بتقوي النكتة، وفي نفس الوقت الدليفري بتاع كريم عبد العزيز حلو، والفرشة اللي فرشتها له منى شلبي فرشها له صح قوي، فالإفيه متكامل ككتابة نكتة أو كتابة بانش لاين أو كتابة إفيه، في كل العناصر اللي محتاجها الإفيه عشان يبقى حلو. تتفق في نتفق. بالنسبة لأبو مومة كوحيد، أبو مومة لو عايز أضيف حاجة على اللي أنت قلته، بس هو إن الصراحة البانش لاين مش أشطر حاجة كريم عبد العزيز بيعملها عموما. يعني في الاغلب لما تروح دايما تلاقيه هو مساهم حلو في النكته بس مش صاحب البانش لاين، او يمكن يكون كان اكتر واشطر في دي في اوله في بدايته. صح، ابو علي وفي محطه مصر وحراميه والكلام دوت عنده حاجات عملها حلو. صح. بعد كده هو انسحب من ده شويه. صح. يعني لما فكرنا في نادي الرجال السري مش لاقيين له هو. صح. يعني في حاجات لبيومي، في حاجات لماجد، في حاجات للضيوف الشرف الموجودين في الفيلم، هو قليل. هو كان عنده اكتر افيهات اكت اوت رد فعل او 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 كده، ده كان البانش لاينز اللي عنده في نادي الرجال السري او كده. بعدين هو قلل في الكوميديا، اخر عمل لنادي الرجال السري والبعض لا يذهب، والبعض لا يذهب، البعض ده مش هحسبه، البعض لا يذهب مزوم مره ثانيه، عندي مشاكل كتير معاه. في طبعا نكت حلوه فيه بس بشكل عام كفيلم ماليش فيه. حول بينا على القرموطي. القرموطي السيتويشن كوميديا الموقف، احنا لازم نعترف اكيد 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 حاجه لنا في التعليقات، ناس كتير تقول بس القرموطي عنده ده احلى ده احلى ده احلى ده، احنا شخصيا احترنا فيهم كلهم. صحيح. فمعلش استقرينا على ده فهذه النسخه واللي افتكرناه يعني واللي جاب بالنا، ما دخلنا دورنا ولا عملنا ريسيرش واحنا قاعدين. انا ولدت سعودي فجاه بحاول اكلم مصري ده بحث ايه، واحنا قاعدين يعني ظبطنا الدنيا. القرموطي السيتويشن، اب بيتفرج مع ابوه، مع اب بيتفرج مع ابوه، اب بيتفرج مع ابنه على فيلم، مش لازم نقول فيلم ايه الناس فاهم بتاع الرقابه فاهم، احنا ما نقدمش بوس، هو عامه هو اوبن مايند الاب جدع قوي يعني ماشي. فكان بيتفرج مع ابنه على فيلم، المفروض امهم نايمه تحت، فبدا السيتويشن هم بيتفرجوا فسامعين اصوات وكده في التلفزيون، فراح وحيد سمع صوت امه بيقول له ماما، واول حاجه قالها القرموطي امك في الفيلم يعني اصلا بدايه الجوك حلوه. بعدين لما جت الفولو اب جوك اللي احنا اخترناها ليه، النكته اللي ما بعد النكته الاولى، وحيد او امك الاب اللي عايز يكمل فهو سيتويشن حلو يعني، اللي هو موقف كوميديا موقف اكتر من ان هو بانش لاين مفاجئ. أيوة. امك في الفيلم يعتبر عنصر مفاجئ، والتوقع بتاعه غير التطور الطبيعي فده الكيسه بتاعتي للفيلمين. ماشي، انا اخش ادلب دلوي بقى. اتفضل. ماشي، انا بالنسبه لي الاثنين حلوين طبعا، انا كاركتر الرموطي ده بيموتني يعني بامانه، بس انا لو هختار نختار دلوقتي عادي صح؟ لو جاهز اختار. انا لو هختار هختار بتاع عم عبده زنبو ايه، لسبب انه بحب انا لما الافيه يطلع عفوي، مش بنبقى بنمهد وبنفرش عشان هيترمي افيه بعد شويه ونهيئ سيتويشن ونبني سيت اب كامل عشان نرمي افيه يشتغل، لا العفويه برضو انا بالنسبه لي احلى. بعدين انا مش عايز اقول كده بس يعني الحته بتاعت اول امك وحيد امك في الفيلم فيها شويه استرخاص، انت دايما لما تروح بلس 18 يعني انت كده بتغش في الكوميديا كده كده الناس هتضحك بامانه يعني، مع انه انا وانت بنعملها كتير. أيوة. كل الناس بتعملها. ايوه بامانه، وانا من وجهه نظري انه يعني القرموطي الكاركتر نفسه مش محتاج يروح هنا، هو اصلا كده كده بيضحك، انت مش محتاج تفرش الحته دي اصلا. بس انا عايز اسالك على حاجه. ها. واتناقشت فيها كتير قبل كده بس ما خدتش فيها راي كوميديانز محترفين. ماشي. الفكره في انك تروح بلس 18 او تروح كرود كوميدي بشكل عام هو انك توصلني لل 8.5 بلس من 10. يعني ان الجوك بتاعتك ما دام رحت لي في الحته دي وانا متفق معاك تماما الحته دي سهله. أيوه. بس لازم تجيب فيها اعلى درجه. صح. بينما انت لو عملت سيف كوميدي ممكن اقبل منك 6. صح. طيب هو هنا راح كرود بس ما جابش 9.5 من 10، جابها مرتاح بس ستيل
يعني ما بين اثنين، واحد عمل حاجه كده حلوه وواحد غش شويه، انا بقارنها كده بحسبها كده يعني فيها شويه غش. انا 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 اتفق معاك انه اسهل حاجه، بس برضو زي ما مهدي قال انه الموضوع انه هو راح فعلا يعني النكت دي، النوع ده من النكت اللي هو بلس 18 بيكون يعني انت بتحاسب عليه على قد ايش انت مختلف او كرييتيف، صح؟ يعني قد ايش انت، فالبدايه حقتها مختلفه يعني. يعني اب فاكر مراته في فيلم وانت مش عارف نوع الفيلم، أيوة. فهي النكته نفسها هي وراها حاجه جميله في الاعداد بتاع المشهد، في الراجل انفستد جوه الفيلم لدرجه ان هو فصل عن الواقع. أيوة. فهو يعني يعني هو هو زي ما هو عدت 9 من 10. ايوه بس اللي انا بس معلش هطول سامحني. طيب دلوقتي مثلا في مشهد زي عم عبده، هو مشهد مؤثر في احداث الفيلم صح؟ يعني دلوقتي بيقول له ان احنا مثلا هنمشي ومش عارف ايه، وهاخد مراتي وامشي ولا اخد مراتك وامشي كده صح؟ هقتلها. يعني المشهد ده لو اتشال من الفيلم يأثر في الأحداث. ده بقى المشهد مبني كامل عشان يتعاد الإفيه. صح. الغي. صح. الغي بقى. حلو. هيحصل صح. اشترك. ولا حاجة. صح. حلو. صح. فأنت بتفوت عم عبد. أكيد. وأنت اقتنعت؟ أنا اقتنعت لو هنحسبها أنه إحنا بنحكم على الكوميديا ويفرق معانا اللي هو قاله، ولا احنا على النكته بس ما لناش دعوه باي حاجه. ايه الاثنين عوامل انت وزوجك؟ يعني لو اثنين عوامل لانه دي نكته متكامله، يعني عم عبده فيها كل الاضلاع بتاعه الكتابه بتاعه النكته، يعني زي ما احنا بنقول انت دي كل الحاجات اللي انت محتاجها، هي جمله واحده جمله واحده مش محتاجه مشهد كامل بوم. فيها كل عناصر النكته اللي انت محتاجها عشان تكتبها. فانا برضه هروح عم عبده سنبويه يا مالك. وانت لقد خزلنا القرموط معك 3-0. 3-0. بس احنا خزلنا القرموط. وانت مباراه صعبه. مباراه صعبه. انت معانا لسبب اخر غير اللي اتقال؟ لا لا اقتنعت. اشتريت تماما. اشتريت القرموط. اوكي. المباراه التاليه اهي دي تقريبا لا دي فيها اللعب في الناحيتين الاثنين، يعني الاثنين دول يعتبروا كروت كوميدي، تعتبر 18 بلس. اوكي. طبعا بكر وستظل بكر، عفريت دولة الثدييات. الحبيب ده يبدا. هي في شويه قواعد او مبادئ، مش هنقول قواعد، مبادئ قدمناها في الماتش اللي فات تنطبق على الماتش ده. طبعا بكر وتظل بكر مش بس مفيده داخل سياق الفيلم، دي تقريبا بتحكي الفيلم. بتحكي الفيلم. صح. يعني بتدي لك الكاركتر ديسكريبشن ده. صح. واحد مراته بنته هتتجوز، هو رافض الجوازه مش عشان معترض على العريس، هو معترض على المبدا. دي ما تسيبنيش وتمشي. انت ممكن تحط الافيه ده لوج لاين للفيلم. يب. صح. عفريت ولا ثدييات عابر وما يكتملش من غير يعني ده ما ينفعش اوديو بس. صح. ده اوديو فيديو. يعني من غير اللي عمله طبعا مش عايزين نقول، كلكم عارفين اللي عمله يعني. بس وده نوع من الكوميديا اسمه نوع التشبيه. اوكي. يعني في الكوميديا في حاجه التشبيه، البانش لاين اللي هو التشبيه، انك تاخد حاجه وتشبهها بحاجه ثانيه تو ميك سنس وات دازنت ميك سنس في نفس الوقت تفضحك. اوكي. يعني لازم تكون منطقيه وغير منطقيه، يعني غير صحيحه، سوري، غير صحيحه بس منطقيه تفضحك لما تعمل تشبيه. زي مثلا حلمي لما شالوه فقال له تصدق شايف البحر من هنا؟ يس. هو ديفينتلي مش شايف البحر، هو شايف البحر بس هو منطقي لانه فوق وعالي، فهنا وقتها المخ كان في حلوه على فكره. طبعا. طبعا. فده تشبيه واسهل نوع بالنسبه لي، يعني من وجهه نظري اسهل نوع نكت التشبيه. نكت التشبيه اللي هو مثلا ممكن تقول ده طويل لدرجه انهم بيستخدموها الاجانب في المام جوكس. يعني يور ماما سو فات، اللي هو امك تخينه قوي عدت من قدام التلفزيون عدت 4 حلقات. فده نوع اللي هو ده تشبيه. اللي هو طب في افواره، بيبقى في افواره. يس. فهو سهل يعتبر وكده. فانا يعني من قبل ما اي ارجمنت طبعا افيه حتى والدليفري بتاع عادل امام، يعني انا مش هتكلم عن تسليم النكته لعادل امام، تسليم عظيم مليون. تسليم عظيم. انا اتفق معاك 100%. وطبعا بكر وصل بكر افيه متكامل اكتر من الثاني. واحمد فهمي يعني في عفريت انت ولا سيد قال عادي جدا، ما عملش تسليم او اكت اوت بوشه او حاجه تخدم النكته، لانه اللي خدم النكته الايد والحركه اللي عملها. فالاداء في النكته الثانيه والنكته نفسها انا اتوقع هو المشهد بتاع المأذون ده كله على بعضه ده مدفع. ده ماشين جان كوميدي طبعا. ايوه. ده ما فيهوش لحظه عاديه طبعا. صح. وبعدين التمثيل بالصوت بالانفعال بالتهته هو تهته فيه. فهو قال له طبعا بكر وستظل بكر، اللي هو يعني لان ستظل ديت كلمه
فصحى في سياق مش فصحى، فاهم ان هو عم بيدور على كلمه ما لقاش حاجه افضل. ممكن يبقى كمان انه معصب متعصب يس. يعني اللي هو سوف تظل بكر، واي حد هيقول غير كده هديله بالجزمه. يعني كمان الفولو اب، النكته اللي بعد النكته حلوه يب. والنكته اللي قبلها حبيبه، بس ده في تاني بس برضو بتاع محمود النجاري ده عظيم عبقري، بس ده بتاع المأذون، ده بتاع المأذون، ده بتاع المأذون. محمود مين؟ يعني الطريقه اللي هو اللي استدرك بيها محمود مين دي؟ محمود مين؟ في ورايا انا هفتكر ده كله. انا نسيت اللي كنت المفروض اقوله. لا المشهد ده كله انا اروح هاندز داون لعادل امام. وشويه دي فيها بانش داون بتاع عفريت ولا سديات. انت ككوميديا المفروض دايما لما تكون في موقع تضرب الناس اللي هي اعلى منك، هذه اللي اعلى منك ما تضربش، تضرب الابسط. هو بيضرب داون كده عشان هو مطلعه بمنظر معين. طب تشرح لنا موضوع البانش اب والبانش داون ده كمان مره، عشان مهم قوي للناس. طيب دلوقتي انت ككوميديا انت ما لازم تعرف انت فين مكانك في المجتمع، ايش دورك، انت بتمثل ايش. فانت لما تيجي تسوي نكته ما بينفع تهاجم الناس اللي اقل منك. يعني مثلا انا اليوم ما هاجي مثلا عامل الناس مثلا اللي مش لاقيه شغل، الناس اللي مش عارف، ده بيبقى رخص استسهال، لانه اصلا هو بالنسبه لك ما في مقارنه. وبالتالي لازم اهاجم الناس اللي مثلا هم اعلى مني. مش قصدي على الفلوس، يعني الناس يعني مش مقياس هي الفلوس بين البشر، بس قصدي الاوضاع الاجتماعيه. انت ما ينفعش تهاجم حد وضعه اقل منك في عرف المجتمع، ولا احنا في عرف الله كلنا عبيد الله وكلنا سواسية. يعني في ده طبعا انا اشوف عنصرية اللي بيسووا في امريكا في موضوع ده بالذات. يعني هم شايفين انه الاسمر ينفع يتريق على ابيض مثلا، والابيض ما ينفعش يتريق على الاسمر. فانا اشوف ان ده عنصرية منهم هم، لان هم شايفين الاسمر صح قلبي. لكن لو هم سابوها الاثنين عادي يبقوا الاثنين زي بعض. فانا دي دايما فهي انا بشكركم على التعريف وعلى التوضيح وكل حاجه، بس انا معترض على حاجه واحده انت قلتها. اتفضل. ان البانش داون فكره سيئه. صح، ساعات بيتم استخدامه، بيتم استخدامه بشكل فعال، بيتم استخدامه وبيشتغل حلو جدا كمان. بس احنا ككوميديان جوا الصنعه بنبقى عارف ان انت بتعتبر برضو ان هو استسهل اكتر، اللي هو لا انت عيب عليك. عيب عليك. عيب عليك. أوكي. وطريق يعني انت مثلا يعني لو هنقولها كده بلغه الشارع، يعني انا عارف ان انا ممكن اقوم لو قمت ضربته هعرف اضربه. ما تضربوش، طب ما انت عارف انك لو قمت هتضربه يعني. فهمت. بس اللي هي من الاخر اعتقد ان كل البانشنج داون سوشيالي انكسبتبل. اكيد كله بوليتيكلي انكوريكت اللي هو بس في برضو احنا ككوميديانز احيانا نقول، لو هي مقوله بالانجليزي انا عارف، هو خده وبعدين اشرح انه if it's funny enough it's not offensive. يب. لو بتضحك كفايه ما هي مهينه. صح، مهينه تمشي. أيوة. ما هي مهينه. فانت لو استخدمت نكته وانت واحنا عارفين انه هو مزح من اجل المزح وحلوه كفايه ما هي مهينه، متى تتورط او امتى يكون الوضع صعب؟ لو عملت كده وطلعت ما بتضحكش، لو عملت كده وطلعت ما بتضحكش تروح كده نايم في داهيه. انت كده بهدلت الدنيا. ستظل بكر يفوز؟ ستظل بكر. مقتنع 100%. طب انا ملاحظ ان انت محايد لحد دلوقتي ما بتقولش. لا 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 مقتنع. انتوا يعني اولا انا مبسوط جدا بكميه الحاجات اللي انتوا علمتوها لنا في الحلقه اللي فاتوا دول، وارجمنت ستراكتشرد. انا قدام وجهه النظر اللي مبنيه صح اللي وراها ظهير انا بعجز. اولا بحب اعبر عن اعجابي عن طريقه الانتصار ديت، على طريقه طرح وجهه النظر ديت، وبعد كده ما اعرفش اخالفها. اوكي، مش هتعرفوا ان انا مش معتد برايي وخلاص وما بعنتش على الفاضي. انا اكتر واحد محايد في الدنيا. نخش في اللي بعده. يلا. شدوا له عضلاته. كمان مره احنا كنا امام معضله صعبه جدا هنا، لان ده صعيدي في الجامعه الامريكيه يا جماعه، مدفع رشاش افيهات من اوله لاخره، فده اللي طلع في ايدنا. على جوستي وجوست شومبر. هاني رمزي من ابو العربي. انا ما بحبش ابو العربي. ما بتحبش ابو العربي؟ ما بحبوش والله. انا بالنسبه لي هذا اجمل دور سواه هاني رمزي في كاريره. فعلا ثاني اجمل بالنسبه لي. انا بحب حاجات هاني رمزي بتاعت الاول. انا جواز بقرار جمهوري لا 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 غبي منه فيه الاقوى كوميديا من وجهه نظري. اوكي، انا ما بحبش غبي منه. خلي بالك، هو يعني تقريبا من وجهه نظري التي لا يعتد بها انه هو اجمل من سوى دور البورسعيدي في السينما المصريه كوميديا. بعد لا مش كوميديا في المطلق. بعد مين؟ بعد اللي هو فيلم المشبوه حق عادل امام. اللي هو هات الفلوس وخد الولاء. سلومه لقرع. ايوه، ثاني واحد كان سلومه لقرع وبعدين بقى سلومه العوض. ايوه صح. انا عينك. انا مش عارف اللي بقيت حقه. ايوه هو ده. انا مش عارف في البورسعيدي قوي، بس احمد فلوكس عمله كويس في العراف من وجهه نظري.
اوكي يعني عجبني احمد فلوكة. انا ما اعرفش السعيدي قوي الحقيقي عامل ازاي، بس بتكلم مقارنه بهاني رمزي. احمد فلوكة عمله ليفل قريب لهاني رمزي، ف انا ما اعرفش ازاي فاكر احمد فلوكة. انا مش عارف اتذكر بس رهيب. شدوا له عضلاته بخاف العضلات. واو هاني رمزي برضو. هاني رمزي هنا صاحب النكته، هاني رمزي هنا هو البطن بتاع النكته، هو هدف النكته، هو الحفله. وهاني رمزي هنا فرش فرشايه ما حصلتش. انت خسرت ازاي؟ شد عضلي، ومساله حلوه قوي اللي هو اللي بيحتفظ بوقاره ده، واحد كان متقلع من شويه، شد عضلي. انت كسبت ازاي؟ شدوا له عضله خاف عضلاته، قمت انا كسبت. حلوه. والله انا بحاول احكمها ككتابه يعني، لانه الاثنين كتنفيذ حلوين. يعني الاثنين كتنفيذ او كدليفري تقريبا نفس الحاجه، صح. فعلى جثتي وجثه شامبو، رده فعل شامبو كمان خدمت على النكته، خدمت جدا. ايوه خدمت على النكته، وقال له قال له شامبو ذنبه ايه؟ ايوه. لكن دي ما فيهاش رده فعل خدمت عليها، ما فيهاش رده فعل، يعني فيها الاندهاشه بتاعت اللي كانت بتسال السؤال بس. ده في حركة أكتر؟ حركة أكتر، ومحتاج تكون شفت المشهد اللي قبله إن هو قلعه ومايو. فلو ما شفتش، بس على فكرة يعني استقلالية المشهد مش قضية. لا لا لا، مو قضية، أنا بقول معلومة يعني إنه ده محتاج. إيه لكن هذا مستقل. يعني أنت تقدر تعرف إنه على جثتي وجثة شامبو، هو أنت أوتوماتيك طب شامبو إيه؟ يعني أنت ليه بتقرر له؟ مش عارف، مباراة صعبة يعني حقيقي، ماني عارف، مش عارف اختار. هنا في لعبة على الكلمة مش سهلة. ان ما بين كل الاعذار اللي انت كان ممكن تطرحها للاصابة بتاعتك، استخدمت حاجة فيها لفظ شد عضلي. مظبوط. فلا دبل مينينج، ايوه طبعا، ومفيش غيرها. يعني انا ايه اللي جرى لك في المايه؟ اكيد ما جاليش ازمه قلبيه، انا جرى لي حاجه. فشد عضلي، الثاني راح ماسك شد دي شد عضله فخاف العضلات قدام، فقمت انا كسبت. هو حلو يعني، السيتويشن نفسه هو حلو، وبعدين مخدوم عليه اكثر، بس ذاك في رد فعل حلو. ماني عارف، انا الاثنين بالنسبه لي توب، بس انا هبروح مع زوجي الشخصي في الجوله هذه يعني، وهروح على جثتي وجثه شامبو. يعني انا اصلا ده بقوله في حياتي كتير، بحبه الإفيه ده يعني. أنا بحبه. هو إفيه ده ما بيطلعش من راسي يعني. أنا هختلف. أوكي. يعني هختلف. كنت هتروح الأول؟ لا كنتش هقول حاجة. أنا كنت بعمل كده عشان لو الدبانة معدية أصطاد. لا كنت هتقول. لا كنت مين قال لك هيقول بس؟ مش هقول الأولى. طيب أنا هختلف، هختار الثاني عشان شدوا له عضلاته. شدوا له عضلاته فخاف العضلات تبان، قلت أنا كسبت. عشان اللي عجبتني وجهة النظر بتاعته، هو استلم حاجة عمل بيها حاجة، ودي من الحاجات اللي أصلا حلوة في الكتابة، إنك تبني بريمس تستخدمه استخدام أمثل. هنا مفيش بريمس، ده بانش لاين على طول، مفوش فرشة. خلي بالك الاثنين هم البانشين هدول قفلة مشهد، هنا قفلة مشهد وهنا قفلة مشهد، صح. والمشهد اللي قبلهم كامل، هنا وهنا بيكون مشهد كامل. إفيه مثلا احنا عند شد العضلات شفنا السباحه وشفنا بطل الجمهوريه امبارح يعني، فاهم؟ وهنا برضه لما كان الفنان عمرو دياب بيكلمني يا فنان، صح، فاهم؟ فدي قفله مشهد. بس ده ايش الفرشه حقته؟ هذا اللي هو كان ناصب على الناس. ايوه بس الفرشه حقت على جثتي وجثه شامبو، ما هي دي حالاته، ما فيش فرشه توريطه. أيوه. هي بس هي فيها الادد فاليو بتاع التوريطه. ايوه القيمه المضافه بتاعه التوريطه، اللي هو انا داخل خناقه وببلطج ولازم اتاكد ان ده معايا. ايوه على جثتي وجثه شامبو. ايوه بس لا انا تيم شدوا له عضلاته لاسباب نوستالجيه ممكن تكون شخصيه كمان. اوكي. انا فاكر اول واحد عندنا في الشارع، احنا معلومه احنا كنا بنتربى في الشارع. يعني اهالينا بيرمونا في الشارع في الصيف فاول صعيدي في الجامعه الامريكيه كنت في الكليه، لما جه صح تهيألي كنت في الكليه، وكنا مستنيين حد يخش الفيلم عشان يجي يحكي لنا عليه. فانا فاكر كويس قوي اول واحد عندنا في الشارع شاف الفيلم كان محمد عبد المنعم. شوطات لمحمد عبد المنعم، اخو مازن عبد المنعم صاحبي. لا اكيد مش بتاع الاهلي. بس هو بتاع الاهلي. محمد عبد المنعم ساعتها ما كانش لسه اتولد اعتقد. فجه وقلنا له حلو، قال طبعا حلو جدا، وكان ميت على روحه من الضحك. اكتر حاجتين كانوا مضحكينه في الفيلم هم قالهم بالحرف. اولا ان البطل اسمه خلف. اوكي. دي كانت كاتبه على جنانه يعني. والنقطه الثانيه الافيه ده، هو جه حكى الافيه ده،
بتاع شدوا له عضله واثرت على عضلات الباب، جه حكى كل تفاصيله، احنا كلنا اتفشخنا ضحك وقررنا لازم نخش الفيلم بناء على الطرح اللي هو طرحه. بالمناسبه افتكرت افيه هاني رمزي في صعيدي في الجامعه الامريكيه، هو فيلم معقد جدا ووحش جدا. 16 فولف ولا لا؟ خلف الدشوري خلف اسمك ده، اسم ده ولا ساندوتش؟ يعني فاهم هو وحش بس هو عشان بس هو معقد. يعني في ناس انا متاكد سمعت خلف الدهشوري خلف وما عرفتش هو قصده ايه بساندوتش. يعني هو ممكن الناس تفتكر انه عشان اسمه طويل، لا هو عشان خلف، عشان في خلف وفي نص حاجه وفي ايه خلف، فهو معقد بس 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 وحش. والقاء هاني رمزي ذكي، لا هو هو سيء، هو سيء بس مقصود. ايوه ايوه هو مقصود ان هو مقصود ان هو مدرس رايقته فاهمين. هاني رمزي شاطر شاطر جدا. انا بقى على فكره مش انا اكتشفت دلوقتي ان في مبصيه تانية ما بينهم برضو جوه الفيلم، لما بيقول لها لازم تيجي تشوفي عربيتي الجديده 16 فولف، فهو فقال له ايه اللي حصل لما قالوا له، انا قلت كل كلمه انت قلتها لي، وجي هو خدها ب 16 فولف. ولما كلم ابوه لا وفي بينهم برضو بتضحك معاه عسل بطرمان عسل، هو بلغة كان غيران البنش. لا وفي اللي بعد كده لما كلم ابوه قال له عايز سكستين فولف، ما لقيتش سكستين هات 17. اورايت المباراه التاليه اضرب كمان عايز اتوب، بيعمل ايه الحكم الرابع؟ احنا كده جينا في اثنين يعني. لا وانت علمت نيتك، انت واضحه بالنسبه لك عايز تروح فين. يا الله هو قال انه محمد شرف، محمد يعني شرف يعني. الله الله يرحمه محمد شرف. رهيب رهيب. انا عندي حاجه ممكن تفوز حاجه على حاجه، بس انا لسه ماني عارف ايش بختار. اطرح. بس الكوميديا اللي فيها الم في الـ في الـ في الـ في العلم اللي هو كوميديا الألم، بتكون يعني في حاجة علمية بتقول انه الضحك مرتبط بالألم. يعني انه نفس العصب اللي بيوصل الضحك من المخ هو نفسه اللي بيحسس المخ بالألم. ده حقيقة؟ انا قريتها في ارتكل، ممكن تحطها تحت في الـ في الـ ده عشان يكون يعني في حاجة مبنية عليها، ما يكون بس كلام في الهواء. ده غالبا ضابط سادي كان بيعذب المجرمين العرب هو اللي طلع بالنظريه. وكان في تشبيهات انه زي توم اند جيري، احنا الضحك حقنا واحنا بنتفرج على توم اند جيري واحنا صغار من وجع من وجع توم من المهم هم. فاحيانا كثير بيكون الكف او الضرب هو النكته في الهاد. هنا ما سوى كده بس لا، هي في علم النفس المفروض انه الانسان بيضحك عشان بيشوف غيره بيعاني، انما مش نفس مش نفس العصب ومش نفس القصه دي. ما انا هحط هرسل اللينك للدكتور وانا يا سيدي هحط البقاله بتاعتي. ممكن يعني هي ممكن تحت في الديسكربشن كل الكلام يعني ممكن لو بعتوا لي حاجه، لو ما بعتوش هنشر، انا ماليش دعوه. اوكي ممكن يكون شيء مو حقيقي، يعني هو مو مرجع اكيد يعني. بس كانت مقاله قريتها يعني. وهو اللي كان بيقول انه there is a scientific مقاله انجليزي. فهو هنا ما استخدم ده، ما استخدم بس انه انا هعتمد على الكف انه هو يضحك. لا، زي كان في واحد معانا قبل ما يخرج كان معتمد على الكف في المشي. عبد الله مشرف فرد امن سكيورتي، البنك المصري، مدير امن سكيورتي. الم هنا هو النكته، لكن هنا النكته ان هو عايز الفلوس، اضربني كمان عايز اتوب، فاهم؟ فهنا النكته مش بس اعتمد على الكف او الضربه او كده، لا هو اعتمد انه على ففي وبعدين اي نكته في العالم بتضحك لما المخ يفهمها لوحده او يحل لغزها. فونس ان انت حليت لغز النكته، مخك بيكافئ نفسه ويقرر انه يضحك. صح. فعشان كده لما تقول نكته ومحدش يضحك انت ما فهمتهاش، لانه لازم تحل اللغز بنفسك. فاحس ده موضوع الالم يرجح محمد شرف، بس لسه برضه ما اخذ قراري، ابقى اسمع منك. انا هدافع شويه عن بيعمل ايه الحكم الرابع. اولا لانه افيه عبقري جدا جدا جدا، وانا ادعي انه يطلع منه كوميدي نمبرز، مش ادعي دلوقتي، انا بدعي من زمان ان هو يطلع منه كوميدي نمبرز. الكاركتر شخصيه الحكم الرابع ديت يطلع منها كوميدي نمبرز اكيد. ومؤخرا شفتها، شفت على تيك توك عاملين واحد ممثل من المؤدين عامل افيه عبقري، واقف بيرفع الرايه بتاعه التغيير، واحد جاي له على القرار مدرب بيعترض عليه، قال له اعمل لك ايه، ما بعملش حاجه، انا بمسك دي اغير الجلد بتاع، اعمل لكم ايه.
يس بس كان سكتش امريكاني. لو لقيته احط لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. فالفكره ان هو في المشهد دوت فرش حاجات كتير. هو كان بيقدم لهشام ماجد ليه هو عامل موسم وحش وبناء على العروض اللي جايه له قلت بيقول انت لاعب كم ماتش ما جبتش ولا جون متخانق مع زمايلك في الفرقه باين خدت كم انذار وخدت كم طرد عشان ضربت واحد ما اعرفش ايه وعشان اعترضت على الحكم الرابع. بيعمل ايه الحكم الرابع فهي فول وطايه في الاخر عبقريه وهو اداؤه فيها جبار. ايوه ومو مستهلك الموضوع. أوريجينال 100% مو مستهلك صح بامانه. هو مش ايه انا ماني كرياتيف يعني الفكر كرياتيف بامانه. بس ترى من عناصر النكته اللي محتاجه ان النكته تكون قويه ولا واحد من الاثنين عنده العناصر كامله. اوكي يعني عنصر المفاجاه العالي مش موجود في ده ولا في ده. هو بس في اللغز ان انت شويه المفاجاه ان هو عايز يتوب عشان الفلوس فانت بترجمها بسرعه فما فيش مفاجاه عالي. وبيعمل ايه الحكم الرابع منطقي. هو سؤال منطقي بس بيضحك لانه احنا حاسين بيه وفعلا بيعمل ايه الحكم الرابع. لكن النكته دي لو سمعها حد ملوش في الكوره مش هيضحك لكن دي لو سمعها اي حد هيضحك. حلو. ده كمان ده مشهد مليان اداءات مليان. يعني حلمي بيضحك، شرف بيضحك، حسن حسني واقف بيضحك طبعاً. ان هو برضو هدف عزيز. النكته كلها ان هو واقف عمال يخسر فلوس في صح 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 وبيعد بايده حسن رهيب مشهد. انا محتاج طريقه الكفوف اصلا اللي حلمي بيضربه فيها برضو قص. ايوه بس طيب هنروح معاش. انا مش عارف مش عارف. لا انا بعد ابدا انت المره هذه هنروح معاش. اضرب كمان عايز اتوب. انا معك اضرب كمان عايز اتوب عشان انه نقطه انه اي حد يفهم. يس 3-0 اضرب كمان عايز اتوب. وننتقل الان للجانب الاخر. افيه من ماجد الكدواني الحبايه من على الجمل بسرعه. الخدامه مش هتمشي. احنا احتسنا شويه عشان نلاقي افيه لهشام ماجد بسرعه. هشام ماجد في الاغلب بيبقى انعكاس النكته مش صاحب النكته. المره دي لا هو صاحب النكته. لا كان في واحده لهشام ماجد جامده جدا ايه؟ مش مصدق ايه؟ يا عبد الصمد يا عبد الصمد صح. انا ندمان بس عندنا ده برزنتيشن ثانيه لسمير وشهير وبهير فخلاص. بس ما عندناش لنوع النكته ده ولا واحده من دول. الكول باك نكته الكول باك ما فيش ولا واحده من دول. لازم هتكون موجوده معانا يا فوليوم 2 يا فوليوم 3 يا فوليوم 4. انا زعلت شويه بس الخدمه مش هتمشي. الخدمه مش حلوه. هو وش بوش بطوله مين؟ محمد ممدوح. ما فيهوش الشمال. حلو الفيلم ده على فكره جدا بموت فيه. مكتوب صح. الحبايه من على الجمل بسرعه. بص ماجد الكدواني في لا تراجع ولا استسلام بيعمل دور ريدندنت الى ابعد درجه في الدنيا، مكرر الى ابعد درجه في الدنيا من حيث التوصيف. انت الضابط اللي بتتعامل مع الشخص الغبي اللي اتورطت فيه. بس عملها احمد راتب في الزعيم، عملها فؤاد المهندس مع فريد شوقي في كان اسمه ايه الفيلم؟ بتاع طويل العمر طول عمره وزعزع عصره. انا شفتش فيلم مش فاكر البتاع. عملها عدد كبير من الناس وكتير منهم عملوها كويس وميمورابل او لازم نفضل فاكرينهم بدليل ان انا ذكرتهم دلوقتي. ولكن ان ماجد الكدواني يجي في نهايه هذا الصف ويفرض نفسه كريفرنس ويسيب بصمه. ده مش واحد مش مجرد واحد عمل حاجه هنفضل فاكرينها معاهم. لا ده تفوق على الكل. انت لحد اليوم فاكر سراج مهمه. يعني مش هتنساها. انا واحد في واحد صاحبي اسمه سراج مسجله سراج مهمه. يا ابني اسمعني بقى وبطل يا ابني اسمعني بقى وبطل الهبل اللي انت عامله. ايوه انا هقول جمله خطيره جدا. قولها ولا بلاش؟ جوهد ايه خطيره في ايه يعني ممكن تصير جدل؟ لا ممكن تصير جدل. لا جوهد ماجد الكدواني عمل الدور ده اللي هو تقريبا نفس دور حسن حسني في كتكوت احسن من حسن حسني 100% عموما. بص يعني احسن من حسن حسني في كتكوت. كتكوت مقارنه كتكوت مساحه دور يعني في كتكوت. انا مش بقول ماجد الكدواني مع انه مساحه دور حسن حسني في كتكوت اقل بكتير من مساحه ماجد الكدواني. بس فيها نفس ان انا بتعامل مع شخص فيها الحته ديت بس ما خدش فرصته وما طلعش مجاله. كان برضو احنا بنتعامل مع النسخه المرهقه شويه بتاعت حسن حسني صح. مش برايم حسن حسني صح. لكن ده برايم ماجد الكدواني برايم. صح فور شور. وهو ما زال في البرايم ماجد الكدواني لسه برايم بتاعه مكمل من 2010 وبيعيد تشكيل نفسه حسب سنه. يعني هو دلوقتي بيلعب الاب زي ما عمل في الفيلم بتاع محمد امام. موضوع عائلي كمان لا وفي الفيلم بتاع محمد امام الاخراني لما كان طالع بتاع عصابات مافيا ده وبتاع مش ليله هنا وسرور اللي مكرر بس بالعكس.
anyways موجود هو مكرر بس هنحط البوستر هو اسمه هرب مني بس معلوم بتاع هو وياسمين صبري وياسمين صبري ياسمين صبري انا قلت هرب ايوه وفي المشهد حلو ضحكني بتاع محمد امام بتاع 7 ثواني بتاع تحت الميه تحت الميه واتعمل منه حاجه يلا معلم اقول لك الحلقه كلها كده لكن الحبايه من على الجمل ده مش اكتر من انه الافيه مكرر الشخصيه مكرره بتواجدها مكرره الافيه بتاع ان هو قال حاجه غبيه تعالى بقى اعمل عليها رياكشن يا ما عملوا رياكشنات مفيش واحد زي ده صح لا وبعدين ايه هو قالها هات لي الحبايه من على الجمل على اساس ان هي حاجه عاديه على اساس ان كل الناس عندهم جمل عندهم جمل عليه حبايه الحبايه على الجمل بسرعه يعني لا هنا اقوى حاجه في النكته التسليم بتاعها من مجد الكدوان ده اقوى حاجه اقوى من النكته المكتوبه يس التسليم بتاعه لو كان مش كده كانوا واقفين فين وكان لابس ايه او كان لابس سايح وكان لابس طاقيه ونضاره لا واصلا البناء البناء بتاعها بتاع المشهد كان انا بضحك من من قبل هات الحبايه من وكح كحه قبلها كح اقول لي كح كحه ونف نفه بحرج بحرج عليا ما اقولش الحمد لله بنبه عليك عظيم عظيم وفي المقابل الشغاله مش هتمشي ده ولا ده ايه الخدامه مش هتمشي عظيم برضو لانه الرياكشن برضو والتسليم بتاع هشام ماجد انا كحازم اشوفه افضل واحد بيعبر بوشه في الكوميديا قد يكون الكوميديا قد يكون انا اشوف انه من الثلاثي من على الاقل من الثلاثي وممكن يكون من في مصر من جيله ممكن يكون من جيل في مصر من جيله طبعا مش من القدام فهشام ماجد في الإفيه ده وشه كان بيعبر عن قد ايه هو متحمس للخدامه والمشهد ده سكتش جوه فيلم ايوه فعلا يعني هو مش مؤثر حاجه هو كيميو ولا ليه وعاوز ينقلك نقله مهمه جدا لان ليه التحدي اللي هم قدامه دلوقتي تحدي صعب لانه ليه حل سهل ما تمشي الخدامه وخلاص الراجل راح قلب وشه جد وده وش جد 100% الخدامه مش هتمشي هي تمشي هي تمشي هي تمشي انا هختار ما قلت لم تدلق دوله هروح مع الخدامه يا راجل هروح مع الخدامه فعلا هو انا مستفوجئ هو انا مش مستفوجئ لانه فعلا التسليم بتاع هشام ماجد رهيب ايوه بس كمان التسليم بتاع ماجد الكدواني في الفدا عالمي يعني انا فعلا لا انا غير مستعد نفسيا لانه ما تربعوا على التسليم يطلع من اول لا والاثنين مش مكتوبين حلو تكتب لو قريته ما تضحكش لا ايوه لو قريته ما تضحكش ولو انا قلته ما تضحكش ايوه عايز اداء هو عايز هشام ماجد وده عايز ماجد الكدواني ده ابوه عشان ماجد كده يبص زي اللي انا قلت ده احطه في اسوء ولا تقريبا طب اختار حازم انا و لا انا الحبايه من على الجمل طبعا ايوه وانا عكسك انت سوي انا الخدامه حسام لازم تمشي انا هروح مع الحبايه من على الجمل fair enough حبايه من على الجمل يستاهل معك بس ده يروح برضه بحلو يعني التسليم بتاع عشان ماجد العالمي لا والهواء بيقول له نتحقق من ايه يا دكتور انا اللي عضضها وهي تانية وهي تتهمه بتقول لك عايزين نعرف اذا كان نابو اللي يتشك في جنابه لا والتاني وكريم عبد العزيز اصلا اللبس بتاعه في المشهد ده بيضحك ومراته اظن جت بعد كده او كان بيقول لها بيقول له انا كمان عليا مخمر انت لا مشهد حلو يعني يستحق ممكن لو كان راح في ماتش تاني كان ممكن ممكن يعني مركز شباب ليفربول يقابل انا ممكن اتباس عادي انا ممكن اتباس عادي اول ذا واي لو على طول كده ايوه انا ممكن اتباس عادي على طول كده يعني مركز شباب ليفربول انا بالنسبه لي اوكي يعني الكاركتر كوميدي كله كوميدي تمام بس يعني مش ده الافيه اللي فاجئك اللي كرييتيف ده مفاجئ اكتر إيه اللي هو بيقول عليه انا ممكن بس عادي مفاجئ اكتر بكتير ايوه هذا مش مفاجئ يعني احنا عارفين ان احنا مش في مركز يعني ده تشبيه زي ما اقوله اسهل زي ما اقول ده اسهل نوع هو العلاقه هنا فانا ممكن اتباس عادي عبقريه في تصميمها وشديده الجراه ايوه لان ده واحد بيتعامل مع امه وامه عماله تدي معلومات في بدايه الفيلم بشكل عابر جدا انها حافظت على شرفها طول حياتها وبتاع ولا رفقت ممثل ولا ريجيسير فده يرجع فلاش باك تكتشف انها كانت مدوراها ايوه ده في منتهى الجراه ان واحد انت بتحط جوه الفيلم واقع ان ده امه كانت منحله ايوه
منتهى الجرأة، مش سهلة ابدا ان نعمل حاجه زي كده. وبعدين ايه في اخر المشهد لما جم في اخر الفيلم لما جم يتفقوا قال لهم خلاص والله العظيم مش عارف، قال له شرف امي يعني، قال له ولا يعني ده برضه متكامل. وبعدين مفاجئ بسبب يعني ده كان مفاجئ لانه اول مره نكتشف منها الجانب ده في الفيلم. صححوا لي لو انا غلط، كان دي اول مره ولا لما قال لها دي او دي تقوم من على رجل؟ لا يتهيأ لي مش فاكر يعني، يا دي بصراحه مش فاكر دي تالت دي ولا لا، بس لو دي اول واحده فهي عنصر المفاجاه كان عالي مره. انا ممكن بس حضرتك عادي ممكن حضرتك ان شاء الله في المستقبل نعمل حاجه مع بعض، نعمل حاجه مع بعض. طب دي قتلها دلوقتي ولا ما فيها دي قتلها دلوقتي ولا حرام دي ولا ايه؟ مش عارف مش عارف. مركز شباب ليفربول الناحيه الثانيه هو تشبيه بحت يعني، هو بيشبه مركز شباب بالحطابه عشان دخله بكل سلو يعني، هو تشبيه بحت ممكن نقولها يعني بيتقال كتير النوع ده من دارج فشخ. ده الاثنين دارجين على فكره الاثنين يعني، ممكن اتبس عادي ده متكرر دايما بس ده دارج اكتر بكتير. انتوا عاملين الحطابه بسبب الافاده، احنا في فتره من فترات اللوجو بتاعنا كان الحطابه بس ده مبني عليه قدام وورا في الفيلم ده عدى. لا وده بيحصل كتير يعني، مثلا احيانا يحصل اي موقف قدامك تقول ايه يا عم انت فاكرني مش عارف ايه. ايوه وبتح نفس ده بس طلعت زكريا حتى حلمي الرسمه والكاركتر حتى اللي كان حلمي عنده افيه مش فاكر من انهي فيلم بيقول لك اجنبي في عنده يعني ده يعني هو ككتابه ملعوب قبل كده ككتابه ضعيف. انا عاوز اقول حاجه اتفضل. ليفربول تفشخ ضحك يس يعني. انا عمال افكر هو لو كان قال انهي نادي يضحك اكتر. انا لو هتحط قدامي على الترابيزه 50 اقتراح لاسامي نوادي يحطها في الموضوع دوت ليه؟ هو انت فاكر نفسك جاي مركز شباب ريال مدريد؟ مش هيضحك. ليه هو انت جاي مركز شباب برشلونه؟ هو انت جاي مركز شباب اليوفنتوس؟ جاي مركز ما فيش حاجه تضحك زي ليفربول صح؟ لانها مش متوقعه، هي مش تيب اوف مايند. خلي بالك ساعتها محمد صلاح ما كانش هناك ولا الهوا، وكان ليفربول بقى لهم فتره متهيألي في البلاط، ولازم تطلع بفلح يعني ليفربول يعني انت لو قال برشلونه مهما فلحت في برشلونه مش هيبان الفلح اللي فيه. وهي الكوميديا ان هو شايف هو من وجهه نظره انه ليفربول ده اعظم حاجه هو عارفها في الكارير اصلا. ايوه بس في الاخر هترجع لنوع الكتابه التشبيه اللي هو اسف. انا معاك يعني، هي دي بس مشكلتي مع النوع مع الكتابه، لكن كمشهد ده ضحكني اكتر. انا بس انا بتكلم كمشهد مركز شباب ليفربول ضحكني اكتر كمشهد، بس ككتابه لو جردناه من التنفيذ بتاع ده لا، هو ككتابه بسيط جدا. كل يوم بنقول ان انا يعني ممكن انت تطلع ستريم تقول 8 9 من نفس انا بقول الاثنين النوع ده عرفه. لا بتكلم من النوع ده وجديده بس نفس النوع يعني ده الافيه دوت دائم عندي بتاعنا. ممكن اتبس عادي ده في الفيفا لما تبقى عندك اتنين مدافعين رجاله وجامدين فان دايك ومالديني وبتاع، وبعد كده يروح على الباك الشمال تروح معدي منه، ده انا ممكن اتبسع. ايوه انا مش عارف بس انت الفوت بتاعك لسه على فور شور. انا ممكن اتبسع طبعا مع ان انا بموت انا خليك بالسوينج بسبب واحد. لا مش هتورط قوي، انا عارف انا عايز احترم. اوكي انا هروح لمركز شباب ليفربول لسبب واحد، انه مضحكني اكتر مع انه كتابيا انا اتفق مع الفره تماما انه وانا اتفق مع الفره تماما ان انا ممكن البس عليه هو المفروض. موفينج اون، شهاده وفاه بابا الانبي الكيلو 270 حموت يا ناس. اداء ضد اداء والله، اداء ضد اداء. الشخص اللي بيعاني من غباء رفيقه مش شرط بقى يكون ظابط ومهمه، هو ضبش مع هاني رمزي، ده عمل ابداعات في الفيلم ده. ضبش هو اللي شايل غبي منه فيه طبعا، غبي منه فيه انا بالنسبه لي افضل فيلم لهاني رمزي، مع انه اللي شايل الفيلم حسن حسني. انا لما قال للبنت سيبي الواد يلعب مستحيل هذا الافيه، وعادي بيقولها عادي. هو كله في اداء نيازي صح نيازي لا لا في 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 حاجات، والمطوه في حاجات كتير لما تنشن لازم تصيب. اسهل ابسطها ونتقابل في النص الفيلم فيه يعني، لا نتقابل في النص ده طلع. ايوه بس قصدي انه في الفيلم بشكل عام يعني كان فيه لكن شهاده وفاه بابا يا ليمبي، انه الليمبي فضل يكرر نفس الموضوع. هو انت ابوك ما جاش لو احنا مش قد المأمور، فهنا خلاص عايز يثبت له لدرجه انه مع طه شهاده الوفاه، فهنا بيخلي الضحك من المعاناه من كتر ما هو عانى طلع له شهاده الوفاه وده مش مقتنع. مشكله الاثنين فيها معاناه، الاثنين فيها معاناه، ما هو ده في تشابه كبير بينهم، لكن ده
هموت يا ناس، مش عارف يعمل ايه، فانت بتضحك على معاناة الاخرين حرفيا. طبعا احنا ممكن نعمل حلقة لحسن حسني الوقت. طبعا طبعا شور. ده حسن ممكن نعمل فوليوم تعمل 10 حلقات لحسن حسني فعلا حقيقي حقيقي. كل فيلم عنده حلقة تخصص شهادات. لا 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 لا، حسن حسني في الباشا تلميذ برضو كان شايل جزء كبير من الكوميدي. انا عارف هروح معاه. مش انا مش عارف، ما ينفعش حسن حسني وعلاء ولي الدين ولا ده ولا ده يخرجوا من اول جوله، ما ينفعش. تصرف تصرف القرعه يا فندم، القرعه. هو احنا هو الحاج عامر حسين مأجل لنا ماتشات. انا شهدت وفاه بابا يلمي. خدني معاك، خدني معاك. انا اقتناع لا انا اقتناع 100%. انا هروح حسن حسني ما يخرجش 2-0 عشان ما يطلعش 2-0، عشان ما يطلعش 3-0 ما يخرجش 3-0 فرنال. بس لا لا، ده ملوش مثيل. ايوه بامانه. شهدت بابا لا، وقالها برضه تلقائيه صراحه الاثنين. بص الاثنين فيها معاناه، بس ده في افيه، ده في معاناه انا بشوفها بس اللي هو مو بس فاهم. فلا انا هروح مع هذا بامانه. والمباراه الاخيره في دور ال 16، من تدافع بقى يقابل، كانوا بيلعبوا مالتي، يا ربي، محمد ثروت يقابل نسرين امين. طيب ده نوع من انواع التشبيه برضه، هما الاثنين ايحاءات. لا أيوة. بس ده تشبيه، مش تشبيه سوري، وورد بلاي. ده نوع اسمه وورد بلاي. اها فهو لعب على الالفاظ، فده الوحيد اللي بيمثل الوورد بلاي في القائمه النهارده. فاللعب بالالفاظ هو في كلمه مالت، هي النكته كلها انه اتنين جوه في سايبر، ولد وبنت، بس دافعين فلوس كتير. الثاني بيقول ايه يا عم مدفعوا لك كل الفلوس ده ليه؟ قال له اصلهم بيلعبوا مالتي، مالتي، وقالها مالتي كده. فهنا انت بتحل اللغز، قصده مالتي مالتي فهمت. مش مال نفس النوع بتاع، على فكره شايف النوع ده نفس النوع بتاع واحد حابب يقعد على القهوه قاعد على شاي ده نفس النوع. دي نكته ما حدش بيضحك عليها، بس دي لانه كرييتيف اكتر او مش مستهلكه، قريبه شويه من شدوا له عضله وخلاص فبتضحك. كلامه صح، بس انا بحب نسرين امين. انا يعني... بحب نسرين امين جدا. لكن نسرين، انا كان نفسي نسرين امين تفضل تظل مخلصه للكوميديا والله، وتطور في نفسها فيها وتروح لابعد. نسرين امين في فيلم احمد حلمي الاخير واحد تاني افضل ما في الفيلم من وجهه ده نظري. لو في حاجه كويسه ينفع تقالها لي كويس، بس من وجهه نظري انا ضحكتني في فيلم نسرين امين. انا نسرين امين من اقوى الممثلات الكوميديات، الكوميديانات في مصر، لان الكوميديا بتطلع منها مليون في المية بدون ما صح ما بتحزقش صح ما بيقولوا كده. حتى في افلام علي ربيع نسرين امين لما نسرين بتطلع. امين في حمله فريزر بتضحك اول ما تطلع من قبل ما تتكلم بمجرد الديزاين بتاع شكلها. انا ممكن اشوف 200 فيلم التباهي دي، انا عايز اشوف تباهي دي في كل حالتها. التباهي دي ممكن يعمل لها سبين اوف اسمها يخرب بيته. تباهي يعني هو اسامي الشخصيات في الفيلم دوت كان فظيع. كان مديح البلبوسي، مديح البلبوسي. مديح البلبوسي. انا عندي كده حاجه البدرين وقال له الباتشينو. انا عندي حاجه في مخي حاسس مديح البلبوسي هي اللي جابت اسم باسوني الملط في اللعبه. اوكي انا حاسس، ما اعرفش ليه ليهم علاقه ببعض، بس عندي ربط ده في مخي دايما، ما اعرفش بشاركه ليه بس. فانت تحيزك لنسرين امين ممكن يحسم التصويت بتاعك؟ لا بس بيلعبوا مالتي ككوميديا صايع يعني، صايع صايع أخوة. يعني صايع، بس برضو من تدافع ده يعني انا سيجنتشر. انا افيه المفضل هقوله انا من تدافع بقى، هي الناس عارفه اصلا من تدافع بقى ديت انا بلعبها كتير لان انا في الستريم ساعات بتجيلي جيفتس وبعد كده حد يسال سؤال خارج السياق تماما. وانا لما حد بيسال خارج السياق بقول له لا من فضلك نخلينا في موضوعنا. فلما بتكلم في الكوره واحد يجي يسالني على رايي في الفيلم من تدافع بقى. فر عنده في انا هروح مع انت دافع بقى لانه قابل للاستخدام في الحياه اليوميه يعني. هو قابل يعني هو افيه منها وللناس فعلا. صح بس 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 اتقالت قبل الفيلم. بس انا اقول لك أنا يعني بقى. جمله من تدافع بقى دي انا متاكد انه انا افتكرت اللي هش لا لا لا, 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 لا. إن الشعب المصري استخدمها في النكت بينهم وبين بعض في الشارع قبل ما تتقال فيلم يعني. انا 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 وده يعني بيوديها فين؟ بيوديها انه مش اوريجينال قوي يعني هي اوريجينال اوريجينال مع رسم الشخصيه. انت لو اثبت ان هو مش اوريجينال هغير الفوت بتاعه. لا اوريجينال اوريجينال مش عارف اثبت لان هو عبقريته ان هو ثلاث كلمات ما فيهمش ولا كلمه بتضحك. والكلمه في العادي بتاعها ما فيهاش حاجه بتضحك. هي بتضحك من بساطتها. ممكن بالزبط. ما تقلتش بنفس الطريقه بس مثلا لما يكون احد بيعمل حاجه او حصل ما ادري ايه يا عم مش بيدفعوا خلاص اتقالت. هي دي صياعتها، دي صياعتها ان هو حد يعني بس قصدي نفس المعنى اتقال فحسوا
هو صياعه النكته دي في رسم الشخصيه كامل بتاع تباهي. طبعا لو رسم الشخصيه ده مش موجود النكته دي مش هتضحك 100%. فعشان كده انا كنت هختار مالتي بس خرج. و انا سايبك بتتكلم ومشيت. انا شفته عجبني. اذا ننتقل لدور الثمانيه. سؤال مهم بنساله في هذه المرحله. الاختيار بتاعك لسه موجود؟ موجود. الاختيار بتاعك لسه موجود؟ لا اوت. لا بتهزر والله اوت. ما تقولش ايه هو دلوقتي هنعرف في الاخر. حاضر. انا الاختيار بتاعي لسه موجود. وحاربت عليها بس انتوا كنتوا اجريسيف. ما خدتش يعني اصل عاده اللي بيحارب على الاختيار بتاعه ده بيبان. لا انا كنت حاولت اخليها سموث كده بس ما ظبطتش. انا حاربت الملتي اكتر ما انت حاربت هو مش اللي انا كده. المباراه الاولى في دور الثمانيه. اهم عبده ذنبه ايه؟ طبعا بكر وستظل بكر. عم عبده ذنبه ايه؟ تفوق على افيه في تلميحات. هو طبعا بكر وستظل بكر ده ينفع نقول عليه في تلميح 18 بلس ولا لا؟ لا لا في غيره. لا غيره اب يعني ما فيهوش تلميحات بس كستراكشر نكته مكتوب كويس في كل العناصر مش محتاج اي حاجه عم عبده. بس كاداء كاداء. وفي نقطه مهمه قوي في الافيه دوت ما اتكلمناش عنها ان هو بيلعب على كلمه بتتقال في صيغه عقد القران. صحيح. منذ فجر البشريه ومحدش خد باله منها ومحدش وقف عندها قبل كده. ما هي دي نوع من الكوميديا اسمه الملاحظات. انت بتاخد ملاحظه وبترمي عليها افيه. فهو اخذ ملاحظه بكر ورمى عليها افيه. أيوة. فده برضو نوع مش ممثل. انا بالنسبه لي ايوه بكر وعمو بكر لانه عم عبده ذنبه ايه؟ هي هو افيه جثتي وجثه شامبو. هو الافيه بيتلعب بكذا صياغه في اكتر من فيلم انما ده لا فريد من نوعه. مش نفسه على جثتي وجثه شامبو هو دبس حد لكن ده هو غبي. هو قاعد وهو مش فاهم ان هو هي قصدها انها حامل. هي ما اعلنتش انها حامل. هي كل اللي قالته درجه المفاجاه في عم عبده ذنبه ايه يا ملك اعلى درجه مفاجاه في كل النكت اللي موجوده على الترابيزه. ايوه بس العبقريه بتاع عادل امام انه ملاحظات وانه عادل امام اداؤه فيه مبين لك الغيره فضحكك قوي. أوكي. لكن لو شلت عادل امام من ده انا مستعد اقول انه مش هيضحك قد ما هيضحك مع عادل امام. هيضحك برضه لان هو مكتوب حلو. والغيره من اب يعني لو قالوا بيومي فؤاد هيضحك لو قالوا مجد الكدواني هيضحك بس مش هيبقى بقوه. سواء انت بتروح مع الاولاني يعني مش عارف لسه انا بتكلم. انت عايز تورطني ليه؟ انت مقنع جدا. ايوه بس بالنسبه لي دي انت لو خليت اكتر حد انا ما بيضحكنيش يقولها هتضحك. عم عبده ذنبه ايه يا ملك؟ طب ما هو دوت احنا بنتكلم على افيه سينمائي مش بنتكلم على افيه مكتوب. بس ككتابه ما انت بتحكم على الافيه ككتابه برضه. هو اساس الافيه او اساس النكته كتابه بعدين تسلمها اذا بونس مش تسلمها بعدين الكتابه. يعني اساسها ايه؟ الكتابه. اساسها كتابه بس مش هو كل حاجه. مش هو كل حاجه معلش. ولو الالقاء هو اللي رفع من شان الموضوع اكتر واكتر لان في النهايه واحنا بننسب الافيه بننسبه دلوقتي لمين؟ لصاحبه. لصاحبه. طب لممثله. ايوه مش لمؤلفه. لممثله بس في نفس الوقت احنا بنحكم عليه ككوميديا. ماشي في الاخر انت بتتكلم من زاويه حلوه ان في كاتب سيناريو هنا تعب في انه يطلع بفكره هذا الافيه. هنا الفكره ممكن تكون اسهل شويه ولكن تتحط في ايد ممثل ثقيل الظل مش فاهم يعني ايه تهته في الوقت المناسب او يتنرفز في الوقت المناسب او ينفعل بالشكل الصحيح. صح؟ ما اظنش انا هو الافيه. انت جيب اي اب في السياق من ايام عبد المنعم مدبولي لاي واحد اليوم ممكن يلعب اب صدقني هيبقى بالقوه دي. جيب لي اسم واحد ممكن يقول هذا اللاين ما يضحك. انا بيومي فؤاد لو قال اللاين ده مش ممثل. اصلا انت برضه لما جيت تروح رحت الكوميديانز جامدين وهم دول قليل. طب جيب واحد ما هي انا بقول لك انا بيومي فؤاد لو قال جيب لي واحد كوميديان هيقول اللاين هذا ما هيضحك. واحد انا بتكلم بيومي صراحه بيومي لو قال لو قال الافيه ده مش عيبه من بيومي. بيومي عنده افيهات ثانيه بتضحكني بس لو قال الافيه ده بطريقته بتاعت بيومي طبعا بكر مش هضحك. ولو قالها بره يا ولد نفس الطريقه بتاعت بره يا ولد اللي بيقولها او كده مش هضحك. او زي بتاعت الدكتور ربيع احملك المسؤوليه كمان لو قالها بنفس الطريقه دي انا مش هضحك. بالعكس ممكن يبقى كمان مش حلو. بالعكس بيومي هيقولها جميله. ما هو لا هم كلهم كوميديانز تقال ويقدروا طبعا يقدروا 100% ان هم يأدوها بس لا اداء عادل امام اصل خلي بالك احنا رحنا لقمه الهرم. عادل امام هو اللي ارسل القواعد اللي الباقي ده كله مشي عليها. بنتكلم على الجون بعده مش الجون قبله. احنا لو هننافس اداء عادل امام مع اداء اي حد احنا نكسبه من اول حلقه ونروح. لا 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 احنا بس جايبين هذا الافيه بالتحديد. فهذا الافيه احنا ما جبناش اعظم افيه في حياه عادل امام. اكيد مش اعظم افيه بس 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 عم عبده ذنبه ايه يا ملك حتى اداء كريم عبد العزيز فيه حلو.
انا مش عارف بس انا انا تيم ما ستظل بكر و... أنا طبعا بكر ستظل معك مليون في المية. انا اقدر الكتابه الصحيحه فانا هروح ل مش صحيحه الاثنين صحيح بس الكتابه الكامله جميل. يعني دي كامله فيها كل العناصر فيها كل المقومات بتاعت النكته فانا هروح ل ما انت كمل الافيه ده هي طبعا بكر وستظل بكر واللي يقول غير كده هتديه يعني الافيه كامل ايوه ايوه ما هو فيه برضه يعني هو اصلا قفل باب النقاش انت فاهم هو كامل بس عنصر المفاجاه فيه مش عالي هي دي بس لا انا عندي لا اختلف معك بص عامله كده زي في صيغه الزواج الغربيه لما بيقول لك if anybody has an objection speak now or forever hold your peace أيوة. فالتوستايل تطلع لان في واحد يروح قايم متكلم أيوة. انا بحبها هي صح. وانا اللي اول أيوة. انا ما قلتش موجوده دي الوحيده في تاريخ التدخلات في صيغ الجواز في الكوميديا المصريه صح. اللي انا افتكرها صح عشان كده ما قلتش مش موجوده بس مش عاليه يعني ما فيش لغز انت اضطريت تحل فانت عايز يعني ان عم عبدو يطلع 2-1 2-1 انت من ساعه ما اتغلبت من هولندا 2-1 وانت الرقم مسيطر عليك لا انا كسبت ماشي مين ده انت هولندا انت مش تركيا لا مؤاخذه في حد بيشجع تركيا في تشالهانوغلو اللي بالايطالي انا والله افتكرتك بتشجع للحظه صراحه انت كنت بتشجع هولندا طبعا انت كنت هتموت ده انا عارف انتوا هتفوزوا شدوا له عضلاته فخد عضلاته الباك عايز اتوب اضرب كمان عايز اتوب انا عشان ما اضيع وقتي انا بروح مع محمد شرف عشان حبيب قلبي فانتوا حلوها بينكم عاد عايز اتوب هاي. اصلا انا كنت ميال عايز اتوب علشان الاداءات اللي حوالين الافيه نعم الاداءات اللي حوالين الافيه هنا برضو جامده الاثنين فول انت ممكن ممكن ترجع زراعتها لاصل اللي اتعمل في هاني رمزي باصحابه احمد السقا وطارق لطفي من فضلك اخلع من خلع بس هنتكلم على الافيه نفسه يعني الناس اللي شاركت في البيلد اب لغايه لما وصلنا للنقطه دي البيلد اب بتاع ده محتاجه اكتر من ده فانا هروح لده بس عشان بخاف العضلات تبان لان انت مش محتاج طبعا البيلد اب بس ده انت محتاجه اكتر ان هو اتفق معاه على الفلوس وقعد وانه حرامي تايب ورجع 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 واتفقوا وقابله واتفقوا فانت محتاج كل ده عشان ده يضحكك لكن ده انت محتاج بس انه ممكن شد عضله فاهم شد عضله وخاف العضلات تبان ممكن تفهمها لوحدك لو انت ذكي لو انت مش على قدر الذكاء محتاج المشهد اللي قبله بتاع العمايه فانا هروح ده فانت هتسوينج يا دود وتتورط افتكرت شرف وهو بيقول اه قبل ما يجي لا وحسن حسني هو بيعد برضه لا لا هنيدي هنيدي شدوا له عضلاته انت عارف سامحنا يا شرف صعيدي يعني ما برضه ما اقدرش اطلع صعيدي صعب الحبايه من على الجمل انا ممكن اتداس عادي طب انا هروح على طول لو جاهز انا جاهز الحبايه من على الجمل انا الحبايه من على الجمل الله ماتش سهل جميل انا كنت مستعد اروح مع الـ مع الـ مع الاغلبيه يعني انا مش لا لا العناصر انا بقدر الافيهين بس ماشي انا جاهز لهذا الموضوع. انت ايش كان رايك معك يلا حبايب من عجمل تصميم المشهد في الحبايب من عجمل الاقوى اقوى من تصميم مشهد المباراه قبل الاخيره في دور الثمانية شهاده وفاه بابا تقابل من تدافع بقى انا نسيت انا كنت كاتب مين انت لسه موجود ما بعد الجوله ممكن اجاوبش هذا السؤال نسال بعد الجوله نسال بعد الجوله شهاده وفاه بابا من تدافع انا شهاده وفاه لنفس الاسباب اللي لنفس الاسباب اللي صوتت ضد انت دافع بقى اخر مره ما انت لو سمعت مني حنخلص اوه لا شهاده وفاه بابا طبعا شهاده وفاه بابا الليمبي ده اللي هو اصلا عمال يصعد ابوك ما جاش ليه ابويا مات ابوك ما جاش ليه ابويا مات ابوك ما جاش ليه ماشي ومفهوم ان الليمبي مش غبي الليمبي مش مسطول هو مش هنا ومش فاكر انت قلت ايه فهو عايز رصخه عايز رصخه رائع والليمبي مطنشه وتحيه لشهاده الوفاء ده مشهد يا جماعه في الليمبي وتحيه لشهاده الوفاء واحمد حلمي كان ماسك الشمع في المشهد لا لا ماشي شهاده وفاه بابا انا هدي صوت النسرين بس انا مش زعلان برضه يعني الاداء التركي ماشي الاداء التركي نقول المره دي ده الاداء اللي في مين كسب 2-1 الاهلي الاداء الالماني الاهلي في القضيه ممكن ده الاهلي بيلعب النهارده والله بيتهيألي الاهلي بيلعب مع الجيش باين حاجه تاني ما هو يا الجيش يا الداخليه هنلاعب مين تاني يعني نادي الدوله قوي نصف النهائي انا الاختيار بتاعي لسه موجود يس انا عارف اختيارك عرفته مليون في الميه انا بس متمت ايوه واضح يعني جدا بدك عنه من الاول انت اختيار خرج انا اختيار الوحيد انا عارف ايش اختيارك انت كمان
انت عم عبدو باين كان فضل يدافع هنا كان فضل شويه طلع يضربنا. طب انا مين انت؟ هذا هذا شدوا له عضلاته؟ ايوه. لا جايز انا اشوف انت بكر وصفر. لا هو شدوا له عضلاته. طيب اول واحد انا اشوف جايز ممكن. طيب يلا نلعب نصف النهائي. طبعا بكر وستظل بكر يقابل شدوا له عضلاته فخاف العضلات وتبان. طب وعضلاته ما بانتش في الفيلم؟ عضلاته ما هو اختار الاختيار الصحيح فعلا. لو كبان كان اخلع على غزك. طيب لو هل انتوا معايا في انه عادل امام ضايف قوي للافيه؟ طبعا انا اشوف ده. وهنيدي ضايف قوي للافيه. وهنيدي ضايف للافيه بس الافيه لوحده صامد. مالو؟ صامد لوحده. صامد لوحده. صامد شويه يعني. الثاني يصمد الافيه حلو بس ازاي صامد لوحده؟ انا لو قلت للواحد شدوا له عضلاته عشان خايف العضلات تبان هيضحك. لا لو قبلها البريمس الفرشه حقتها اللي هي اللي شد عضلاته قال له عول ميو. ايوه بس صامد لوحده يبقى محتاج المشهد اللي وراه. بس قصدي أيوة. مش محتاج الممثل قد ما الثاني محتاج. بس هذا عادي حتى اي اب في اي زواج يقول الافيه ده حلو مش محتاج افرش اي حاجه قبله. افتح الكاميرا في اب يجوز بنته مش اي اب ما قد الكدواني اثق فيه انه يقولها حلو. لا سيب دعابه هنا يقولها حلو. بس قصدي افتح الكاميرا. هو عنده حق يعني. انت لو جبت كوميديا متمكن ما هو لازم يس. لو جبت كوميديا اكيد لو جبت احمد عبد القادر هيعملها وحش انا فاهم. بس انت لو جبت كوميديا متقدر هيعملها متقدر حقيقه. بس لو جبت هيتمكنها صح. طيب اقنعتوني والله. يعني مع اني يعني اشوف الكتابه برضه حلوه طبعا سواء ظلوا بكر وهو ده اللوج لاين بتاع المشهد زي ما قلنا من اول. بس الثاني برضو ده فانا هروح سوف تظل بكر. يلا انت قررت لانه عايش اكتر اتوقع. كمان انا هروح نوستالجيا عشان انت برضو استخدمت الكرت هذا وهقول لك انا هاخد شدوا له عضلاته. يلا بس مين عايش اكتر من الاثنين دحين؟ انا بشوف ده على الفيسبوك. هذا طبعا سوف تظل متكرر اكتر. بشوفه على الفيسبوك المشهد كامل متقطع ومحطوط بتاع المأزوم. عايش لليوم. لا بس انا تيم هذا الطرح. شدوا له عضلاته تخاف عضلاته ده يس. واو. لا ما تعب يعني كومبليكيتد اكتر انا حاسس. ويعني ده مش مطلوب منك قوي انك تخدع فيه المشاهد. انت متوقع يعني بص على وانت بتتفرج على المشهد ده بمجرد لما بيقول له البكر انت متاكد ان الكلمه دي هتضايق ده اللي هو يعني دي كلمه تستدعي تدخل من الراجل مفهوم. لكن دي يعني انه يجي بعديه يعني لحد ما هو خرج من الميه وقال شد عضلي مش متوقع الافيه لغايه لما هنيدي قالوا انت مش متوقع صح. رغم ان هو اتفرش له من كل الجهات. طب هل ده اقوى افيه في فيلم؟ لا طبعا لا طبعا. عريس من جهه منيه بتهيألي لو تعبنا شويه نطلع. وده برضه اتوقع لو طلع في لما دخل المكتب وكان شريف منير معاه هذاك اللي قاعد بيحقق معاه ودخل عادل امام ضربه على طول. ده حلو برضه. بس ده ما تمسكش فيه كلمه واحده. لا ازاي ما تعترف يا كلب سواق خاين. يجب ان كل الشعب يبول على وجهه. سواق خاين يعني حتى قال له ده السواق يا بيه وهو لسه بيضرب قال له سواق خاين وضربه. تنسوش يا جماعه عايزين افهاتكم في الكومنتات علشان الفوليومز اللي جايه 100%. شدوا له عضلاته يصل للمباراه النهائيه يا جماعه عشان يقابل الفائز من الحبايه على الجمل بسرعه او شهاده وفاه بابا يلم. الاثنين نفس الحاجه. ازاي الاثنين ردت فعلهم جامده؟ اوكي. علاء ولي الدين وهو بيطلع الشهاده الاثنين رد فعل. الاثنين رد فعل. اعتقد احنا في المرحله هذه اصلا وصلنا لمساله ازواج الحين خلاص. هم فعلا كله دحين كل اللي باقي متكامل وجميل و بيرفكت. فهي دحين ازواج شخصيه. فانت انا ازواج شخصيه عشان اوفر عليكم الكلام انا هروح شهاده وفاه بابا. انا هروح الحبايه من على الجبل. انا هروح شهادته في الضبابه برضه. الاثنين مبتكرين قوي قوي قوي. هم الاثنين فعلا متساويين في كل جداً. حاجه زي ما محمد قال. هم قريبين. هي عمليه تفضيل ليس الا. هنيدي يقابل علاء ولي الدين في النهائي. شدوا له عضلاته. ده بداوا تقريبا مع بعض. ايوه هنيدي وعلاء ولي الدين والفيلمين ما يتهيأليش بعاد عن بعض. شدوا له عضلاته فخاف العضلات. انا هسال سؤال الحين فعلا انت في المرحله هذه هتفكر وتقارن بينهم ولا اوريدي عندك راي وذوق وانت عارف هتختار ايش؟ عندي راي وذوق وعارف اختار. وانت؟ انا عندي راي بس مش عارف اختار ايش صراحه. طب ما يلا نلعب على المكشوف. انا عندي راي. طب جو ابدا انا. يلا انا شهاده وفاه بابا. اوكي وانت؟ انا ما اعرفش.
يعني خلي 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 هو اللي يحسمها يعني. هتحسم الفاينل خلي هو اللي يحسمها يا حازم. واحد واحد. لا طب ما تقول انت علشان يمكن أيوه. انا بفكر يعني انا بشوف انا جاهز للاستماله ده اللي انا قصدي عليه. انا عنصر المفاجاه بتاع انه يطلع الشهاده في عزاء في فرح قصدي صدق ما فكرتش فيها دي قبل كده مطلع شهاده وفاه فرح فرح عنصر المفاجأة قوي قوي يعني يعني صعب مين يعني معاه شهادة هذا المشهد بس منطقي لأنه أبو لسه ميت يعني فاهم فتمشي يعني ده اللي بقول المنطق غير منطق كل ما تفكر فيه كل ما تفكر فيه هتلاقيه لسه صح صح. مليان حلويات وعاطف وهو ماسك الشمعة حلويات وتحية لشهادة الوفاة حلويات يعني أنا 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 ده وده برضو استخدم حاجه اتقالت بريمس مفروش على طول بانش لاين سلم النكته في قليل قوي فده حلو برضه بس ده حاسه متعبالي اكتر بس مش عارف انا فعلا مش عارف. يلا انت اخترت ايه؟ انا شهادة وفاة بابا طبعا. انت اخترت ايه؟ شهادة وفاة بابا طبعا. شهادة وفاة بابا 3-0. شهادة وفاة بابا يفوز كأفضل إفيه من حلقتنا. لا أفضل إفيه في تاريخ الكوميديا ولا أفضل إفيه في تاريخ يمكن بعد كده في الفوليومز نحط تصنيفات أضيق شويتين لنوعية معينة لممثل معين لحقبة معينة أو لحاجة بالطريقة ديت. المرة دي هم دول اللي طلعوا في إيدنا بدون أي حاجات في الدنيا. طيب أنت كنت كاتب مين؟ أنا؟ أنا معروف على جثتي وجثة شامبو. اوكي اه انت لا انت اخلصت الاختيارات من الاول والله انا احييك على هذا الاخلاص برافو. انا مش لاقي الورقه ما اعرفش ليه بس انا كنت كاتب ممكن تكون تايه في وسط دول ممكن انا كنت كاتب عم عبده جنبه ايه مال كلنا عارفين ايوه بس انتوا الاثنين خمنتوا انا كنت كاتب ايه ايوه وانتوا الاثنين غلط. انت كاتب دي مستحيل انت كاتب ايه شهاده وفاه بابا هو انا كان ثاني اختيار بالنسبه لي لا يعني انا كتبته بس عشان عاوزه يعدي الدور الاولاني دي المدرسه بتاعتي مؤخرا لكن وي ونت اول ذا واي انبسطتوا بالحلقه جدا بجد والله والله جدا بامانة جدا يعني لو جيتوا لو في فوليوم ثاني كلمني بجد اه والله وانا كنت لسه هسال على ده يا ريت لو جيتوا مصر نعمل حلقه ايه ولو انا جيت جدا نعمل حلقه اتفقنا ولو احنا الاثنين رحنا حته ثانيه نعمل حلقه باذن الله. احنا انبسطنا جدا بالحلقه اتمنى انتم كمان تكونوا انبسطتوا بالحلقه وزي ما قلنا توصيات كتيره قوي تبصوا على اللينكات الموجوده تحت في الديسكربشن من البروفايلات بتاعه الشباب ومن الحاجات اللي احنا اشرنا اليها لو هم افتكروا يبعتوها علشان انا هفتكر ان شاء الله لايك للحلقه لان دي حلقه انا معلش انا انبسطت بيها فوق الوصف فدي حلقه ما تعديش معلش ونفتكر كل الناس اللي بتتفرج على هذه الحلقه تعدي تحت كده تبص على زر السبسكرايب تلاقي نفسك مش سبسكرايب يبقى عيب عليك يبقى عليك واحد ولازم تدوس سبسكرايب والكومنتات تحت في الديسكربشن باكتر افيهات بتحبوها في السينما المصريه ودوسوا اللايكات على الاختيارات بتاعه الناس اللي انتم مقتنعين بيها علشان نعمل الحلقه الجايه واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. اتمنى الحلقه تكون عجبت حضراتكم. الف شكر لحضراتكم على المشاركه والف شكر لحضراتكم على المتابعه وباي باي.